السلام عليكم، أتمنى تكونوا على خير. مروائل صباح بخير، كل شيء مزيان؟ استرحتوا شوية؟ تنيتوا من السبت؟ توحشتوني، توحشتكم. أنا صراحة توحشتكم ولفت معكم الخدمة. أتمنى تكونوا على خير يا رب. ياك بدا كلشي كيسمعني؟ انا صراحة توحشتكم، مولفة كنت معكم لايف يوميا، صراحة البارح توحشتكم. السلام عليكم العارفة بالله إكرام. السلام عليكم. وعليكم السلام عزيزة منان، مساء الخير بنتي. عارفة بالله انا توحشتكم صراحة. إكرام الحمد لله، بارك الله فيك، الله يسلمك يا بنتي. ميرسي سميرة، نتسنى واحد شوية تلحقوا الإخوة. صندريا كوكو، سلام بنتي. مروة إيه، سلام سلامتي. شيماء وعليكم السلام بنتي. رضوان مرحبا بك ولدي معنا. زينب البلاج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيزة أنا ولفتكم صراحة. برشلوني وعليكم السلام ولدي. هنودة أهلا وعليكم السلام. لادمين ديالي انتي وحنان، حنان دخلت قبل منك. أميرة الأحلام وعليكم السلام. رضا وعليكم السلام. سمية وعليكم السلام ورحمة الله. انتم قولوا لي واش نبدأ ولا باقي شوية. متفائلة بالله وعليكم السلام. زينب بلاج لا اللايف ما واقفش، لايف خدام، عندك غير يكون عندك مشكل ديال الكونيكسيون. فوق السحاب وعليكم السلام. زينب البلاج غادي يكون عندك مشكل، انا قالوا لي بان كلشي كيسمعني. وين متعب عبد الرحمن مرحبا بك عندنا. سهى شكرا بارك الله فيك. نتوكلوا على الله رضا، داكوغ نقدروا نبداو واخا. يلا بالنسبه للبنت اللي قالت لي راه ما كتسمعش الصوت، راه واقيلا كلشي كيسمعني. انتي يقدر عندك مشكل، عطاش ديري طفي تليفونك وعاودي شعليه، سينو خرجي من الفيسبوك وعاودي رجعي، غتلقاينا باقي خدامين. دون تو لي كارا كيبقى اللايف كيبقى مسجل. الوغ نبداو على بركه الله. الوغ عندنا لو تيكست سويفون. Ragote, une vieille servante. يعني ragote واحد السيدة هي خادمة ولكن دابا ولات عجوز. Qui travaille chez l'institutrice du village. كتخدم عند المعلمة ديال القرية ديالها. Lorsqu'elle était jeune, يعني ملي كانت باقا صغيرة. L'école n'était pas gratuite. يعني المدرسة ما كانتش فابور، لم تكن مجانا. La vieille servante Ragote est allée à l'école 8 mois seulement. قالك يعني هذيك الخادمه العجوز قبل ما تكون دابا ياك تهضر على شي حاجه اللي قديمه، دابا هي كبرات كتعاود، ماشي كتعاود، هما دابا تيعاودوا عليها. فاش كانت باقا صغيره
مشات للمدرسة فقط 8 شهور. علاش؟ اون دوفي بايي اون سوم دارجون بار موا، حيت خصهم يخلصوا واحد لا سوم دارجون، خصهم يخلصوا واحد المبلغ مالي كل شهر، ماشي بحال حنا المدارس اللي عندنا دابا عندنا فابور. داكو هما لا، في الخارج عندهم انه كيخلصوا واحد القدر مالي كل شهر. سيتي بوكو بوغ اون فامي بوفر، وهذا الشيء بالنسبه لهم كان بزاف على العائله ديالتها. كوم غاغوت ايتي ليني، يعني مادام ان غاغوت كانت هي الكبيره في الدار، هي البنت الكبيره، كاينين خواتها ولكن هي ليني هي الكبرى، ماشي هي الوحيده في العائله، هي الكبرى، يعني خوتها الصغار كاينين صغر منها. Elle a dû se mettre à travailler chez les autres avec sa mère. خاص كان عليها يعني منين هي الكبيره في الدار كانت مضطره او مجبره انها تمشي مع ماماها تخدم عند الناس. Elle n'a rien appris. ولهذا ما تعلمت حتى شي حاجه. Appris هي لم تتعلم. Elle connaît pourtant la lettre P. هي كتعرف، ولكن هي كتعرف la lettre P، la lettre J، الحرف J، et la lettre L، حرف L. Parce que سي لاتر لوي اون سيرفي، لان هاد الحروف اللي قلت دابا بي و جي و ال تيعاونوها ا ماركي لي فيتمون دو سي زونفون، باش انها تماركي تعزل الحوايج ديال واحد ديال ولادها كاملين. يعني ماذا؟ يعني غاغوت كبرات ودابا ولا عندها ثلاثه الوليد، ثلاثه الاطفال، داكو واحد، وباش تفرق بيناتهم في الحوايج، واحد كتدير ليه في حوايجو راه كتبان لي الحرف ال، واحد كتبان لي الحرف جي، واحد كتبان لي الحرف بي. داكو الوغ شكون هما ولادها؟ كي سابيل بول، عندها واحد الولد سميتو بول، وعندها واحد الولد سميتو جوزيف، وعندها واحد البنيه سميتها لوسيان. ال روكوني لا سيمو، ما كنراجعش الجهوي، كنراجع كنديرو الامتحانات الجهويه، امتحانات ماشي كنراجع، كنصاوبو الامتحانات. ال روكوني اوسي لو شيفر 5، قال لك كتعرف كذلك رقم 5، كتعرفو فقط. On ne sait pas pourquoi. Regardez comment elle fait. J'ai l'impression qu'elle a fait un comme ça. Elle, deuxième paragraphe. Elle se passe bien d'écrire. Regardez que très bien écrit. Mais elle regrette de ne pas savoir lire. Ou alors qu'elle a demandé à Naham qu'elle a appris à lire. On a beau lui faire lentement. Regardez qu'elle a essayé avec beaucoup de fois de manière lente la lecture d'une lettre. يعني حاولوا معاها، شكون هما هاد الناس؟ يكونوا يقدروا يكونوا ولادها ولا شي حاجه، حاولوا معاها بطريقه زعما ببطء انهم يعلموها تقرا واخا غير حرف. ال سوميفي، ولكن كانت ما واثقاش من نفسها. ال كخوا كون فاسو موك ديل، كانت كيتسحب واش غيبقاو داك يتفلاو عليها، يعني يستهزئوا منها. سي ال سافي، يعني كون كانت تعرف، ال بوغي لير لا لتر ا سون ايز، يعني كانت غتقرا الحرف بكل راحة. لا غولير توت سول، وتعاود تقرا بوحدها. اون كاشيت، يعني بتخبيا سوفون، يعني لا بليبار دي فوا كون قال لي كون هي كتعرف تقرا غتقرا الحروف بوحدها، يعني بكل أريحية، واخا تكون مخبية، المهم غتقراهم راسها، ولكن للأسف ما كتعرفش تقرا. جول غونار غاغوت إديسيون رومانيول 1978. الوغ هنايا هادشي كلشي معلومات حول هاد النص هذا، اش بان لكم هنايا؟ اول حاجه بعدا هادي باش نتفقوا عليها، هذا راه ماشي عنوان النص، هذا راه شابو، يعني واحد التلخيص ديال المحتوى النصي باش تعرفوا. داكو الوغ الا كما تنقول لكم دائما تحت النص كيكون عندنا مجموعه من المعلومات. المعلومه الاولى جو غونار عندها علاقه، كما تنقول لكم دائما اسم الكاتب هو الاول، كيتبعوا مصدر النص، عاد دار النشر، عاد تاريخ اصدار الكتاب. دابا غنعمروا الطابلو. لو نون دو لوتور، شنو قلت لكم دائما لو نون دو لوتور تيكون ورقم واحد، اذا لو نون دو لوتور سي جول غونار. داكوغ لا سورس دو تيكست اللي هي مصدر النص، كيف ما قلت لكم داك النهار، اما تلقاو لا سورس مصدر النص او لو تيتر دو لوفغ اسم الكتاب، او تيقولوا حتى لو نون دو، ما عرفت كي قلت لها داك النهار، تيتر دو لوفغ ولا سورس دو تيكست ولا مابقاش عقلت كاع عليها. المهم لا سورس هي مصدر النص، اذا هي غاغوت اسم اسم كتاب. ليديسيون يعني دار النشر اسميتها بلا ما تكتبوا هادي رومانيول، تكتبوا غير رومانيول. لاني دو باريسيون هي 1978، وغنكتبوا هادشي. داكا غادي نديرو لو نون دو لوتور سي جول، ودائما كيف ما قلت لكم لا ماجوسكول، ما تكتبوهاش مينوسكول. جول غونار سورس دو تيكست غاغوت. داكو
ليديسيون كيف ما قالوا هنايا رومانيول، كيف ما كتبينها رومانيول. لاني دو باريسيون 1978. الى لاحظتوا راه عطاوكم هنا بحال عطاوكم جوج نقاط، بوتيت انا جوج نقاط لا لا باتي نص نقطه في نص نقطه، هي المهم نقطه فابور. دابا بحال عطاوكم نقطه فابور، بحال لا مطلوب منكم تقبطوا هادشي كلشي تكتبوه، ولكن تفرقوه كل حاجه بلاصتها. وقت ما كانت الفاصله كنحبسوا. ها هو لوتوتور لا سورس ليديسيون اي لا دات، داكوغ كلشي واضح يعني ما كاينش فاش تلفو. الوغ سيمو بالنسبه لو نون دو لوتور كيف ما قلت لكم دائما هادشي المعلومات اللي تيكون تحت النص دائما كيبداو لكم باسم الكاتب هو الاول، تيكون عاد كيتبعوا مصدر النص يعني اسم الكتاب اللي جبنا هذا النص هذا، عاد دار النشر يعني الشركه اللي تكلفت بطباعه هذا الكتاب، عاد تاريخ اصدار هذا الكتاب. داكو هادو تيكونوا نتوما يا بارفور ممكن ما يعطيكمش هاد الجوج، يقدر يعطيكم غير هاد الجوج هادو. الا عطاكم غير هاد الجوج دائما عرفوا بانه اغلبيه الاوقات تكتب لكم دابخي. الا كنت قلت لكم يا من طرف ملي كتلقى ديك دابخي عرف داك الكتاب راه هو اسم الكاتب. داكو الوغ الا ما كانش اسم الكاتب هو الاول كيتبعوا مصدر النص او اسم الكتاب. صافي دابا نمشيو نشوفوا لا كيسيون 2 ريكومبي اي كومبليتي بار فري او فو. غادي نشوفوا لا بروميير فراز. راغوت ايت اون فيي سيرفونت، قال لك واش راغوت هي واحد السيده كبيره في العمر. فري صحيح وغادي نديرو فري. بي ال مارك لي فيتمون افيك لي شيفر، قال لك واش كتعلم الحوايج ديال ولادها بالارقام. لا بلا لاتر الا شفتو هنايا قال لك معلمهم بالاحرف، كل ولد دار ليه في الملابس نتاعو بي سيتيغ. داكوغ خمسات النقاط ما كرهناش، ولكن دائما طولوا تعطوا فيه نقطه ولا جوج الا كثروا كاع وحده وحده ونص. يعني المعلومه خاطئه، هي ما كتماركيش لي فيتمون تاع ولادها بالاحرف بالارقام، بالعكس بالاحرف. الي طالي على ليكول 8 موا، قال لك مشات للمدرسه 8 شهور صحيح فغي. اي لا 4 اونفون خطا فو، علاش؟ لانه شحال عندها؟ شوفوا مزيان، عندها بول جوزيف اي لوسيان، شحال هما؟ ثلاثه ماشي اربعه. الو وغادي نكتبو بالنسبة للتمرين الثاني، عندنا ا ب سي، ياك هادشي اللي كاين ا ب سي دي. الو لا بروميير قلنا هي الي فغي، نتوما انا تنكتب، ولكن نتوما في الامتحان الموحد خاصكم ترسموا الطابلو كاملو حيت قال لكم هنايا ريكوبيي ريكوبيي اي كومبليتي لو طابلو، قال لك غتنقلو غتمشي مع حساب السؤال شنو هي ريكوبيي، عاودوا ردوا على البال الا 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 باش ما تسولوش شي استاذ. ريكوبيي عاود نقل، هي عاود نقل طابلو، قال لك اي كومبليت لو طابلو وغتكمل الطابلو باش غتكملو اون كوشون. شنو هي كوشون؟ هي هادي كندير كنكوشي كندير علامه. الوغ ملي غنكتب انا الطابلو ديالي وندير فيه المعلومات كاملهم لي فراز بكلشي، راه ممكن حتى لي فراز ما تكتبوهمش ماشي بالضروره، تخليهم كاع خاويين، ولكن ديك فغي اللي كتكون داك الطابلو تيكون هنايا فغي فو، هنايا فغي هنا فو، كدير علامه على حساب كل وحده. انا هنا تنكتبهم حيت كنصحوا، اما في امتحان ديالكم ديال الجهوي كتبعوا اللي مطلوب منكم في سميتو اللي مطلوب منكم في السؤال. الوغ بي قلنا فو، قلنا مكتوبه تما فوس غنديرو فوس. سي قلنا فغي حيت مشات للمدرسه 8 شهور ابخي حبسات. دي قلنا 4 اونفون فوس، عندها غير ثلاثه الوليدات، جوج دراري وبنيه. داكوغ فوالا نمشيو دابا لا كيستيون 3، نشوف واش كاين شي سؤال. علاش اولدي سيمو عندك كلشي خطا؟ نقول لك عرفتي علاش؟ حيت ما قاريش مزيان التكست، التكست خاصكم تقراوه الله يخليكم. وتنعاود نقولها راه عندكم ساعتين ديال الفرنسيه، يعني راه كافياكم وفايته له. يعني التكست ملي غنقرا اول قراءه واش ما كنكتبوش في الورقه؟ عبد الله وي تنكتبو في الورقه، راه خصك الطابلو ترسمو، الطابلو اللي فيه شتي هاد الطابلو هذا اللي فيه لا سورس تيتكتب كاملو في الطابلو. راه انتما شوفوا اش كتبوا لكم ريكوبي، شنو هي ريكوبي؟ انقل عاد كمل. ريكوبي هي انقل عاد كتكمل، ملي كتلقى ريكوبي يعني خاصك تنقل الطابلو كيف ما تحط وانت كتكملو ابخي كتصاوب من عندك. داكوغ مزيان برافو برافو حنان.
لا ما على حساب حاليا واحد العام عطاوهم يكتبوا في ورقة التحرير، ولكن شفتو ملي تيقولوا لكم شفتي ملي تيقولوا لكم هنايا ملي تيكتبوا لكم في السؤال غوكوبي عرف راسك راه عطاك ورقة التحرير، ملي ما كتكونش هادي هي كومبليت عرف راسك راه تكتب في هذه الورقة هادي. الا لاحظتوها انتم شوفوا راه ما فيهاش، غيبان لكم غير من هنايا، شوفوا الأسئلة، شوفوا السؤال ثلاثة ما عطنكمش تنقيط عليه لتحت منه باش تكتبوا عليه، ما عطنكمش، اذا خاصكم تكتبوا في ورقة التحرير. داكو راه هما اصلا راه ملي كتكونوا في القسم راه ملي كتكون مثلا ملي كيكون عندكم غير ورقه التحرير زعما غتكتبوا غير في المطبوع ديالكم ما كيفرقوش عليكم اوراق التحرير نهائيا. اما الا كانوا هما تيقول لكم شنو كاين، اما الا بعطوكم تنقلوا في ورقه التحرير تيفرقوا عليكم من الاول، هذيك هي الاولى باش كتعمروا المعلومات ديالكم. داكو انا نقول لكم من هنا الله يخليكم، بالنسبه للتكست الفرنسيه راه القراءه الاولى راه ليست معيار باش انك غتفهم التكست، قراها ليا ثلاثه اربعه خمسه المرات، يلا 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 صافي. وديك الساعه الكلمات اللي انت جاك صعاب غادي تدور عليهم، وديك الساعه شوف الاستاذ اللي كيحرسكم عفاك الله يخليك استاذ شنو هي هادي شنو هي هادي شنو هي هادي، وهو غيشرح لك، وديك الساعه كمل نتايا في حاله اذا كان شي استاذ متفاهم ان شاء الله. نتمنوا انكم تروحوا في اساتذه اللي يقدروا يشرحوا لكم، فهمتوني؟ غير هو القراءه الاولى عمركم تركزوا عليها، نقول لكم من هنا لا بنتي ساعتين كافياكم، ساعتين كافياكم وفايته. ايوا حطاب ضروري خاصك تقراي، ضروري بنتي خاصك تقراي النص باش تجاوبي، يمكنش تقراي يمكنش تجاوبي غير هكاك، عاودو ما باقيش تحاولوا تضيعوا النقاط الله يخليكم مع الامتحان الموحد، ما تضيعوش النقاط سورتو في لا كومبريونسيون. لاحظتوا بانك عطاكم طابلو هذا الاولاني، يعني هذا خصنا نستعملوه، خصنا بحال تعطوكم هذا الطابلو هذا ساهل ماهل فغي فو، يعني ما خصكوش تضيعوا النقاط. شوفوا هنا شحال عندكم، عندكم هنايا واحد ها نقطه، عندكم هنايا جوج نقاط، ها ثلاثه نقاط، شكون عطاهم لكم؟ داكو جوج نقاط هنايا نقطه هنا جوج نقاط في المجموع ثلاثه نقاط، ما نضيعوهمش غير هكاك فابور، حاولوا انكم على امتحان تركزوا مزيان راه كلشي غيدوز ان شاء الله على خير. الوغ شوفوا دابا السؤال رقم ثلاثة، بور كيل ريزون قال لك، بور كيل ريزون قال لك لاي سبب، بور كيل ريزون غاغوت نو سيتيل با ليغ، قال لك شنو هو السبب اللي خلى غاغوت ما كتعرفش تقرا، تو سامبلومون علاش؟ حيت ما كانش كتمشي للمدرسه اول حاجه، باسكو سميتو الى بيزوان دارجون بور بايي، طالما نقولوا نقدروا نقولوا يا اما هادي اون دوفي بايي اون سوم دارجون بار موا، نقدروا نقولوا هاد الجمله هادي، ولا نقولوا سيتي بور بوكو بور اون فامي بوفر، داكور نقدروا نقولوا هاد الجمل هادو بجوج، او نقدروا نصيغوهم من عندي انايا، نقدر نقول بلا ما نكتب الجمله الاولانيه مباشره، بور كيل ريزون غنقول كار سا فامي، نقدر نقول كار سا فامي ايتي بوفر، ولا اللي ما عرفش يكتب هكا اكتبي كيف ما حطيتي في اكتبي دوك اللي حطيتي في النص اللي بحالاش، كاينه اون دو في، كاينه وحده تاعت اون دو في كار اون دو في بيي اون سوم، نتوما كاع عادي ماشي مشكل ما ديروهاش كاع الا ما عرفتيش تصيغوها، ديروها غير من النص بحال هادي كار اون دو في بيي اون سوم اون سوم دارجون باغ موا، ها وحده يا اما نقدر ندير هادي غديرو غير وحده بور كيل غيزون غير وحده. اه وي بزاف ديال لي غيزون سمحوا لي، كاينين يعني قالك شنو هما الاسباب ماشي السبب، انا ما اسم هاد اس ما رديتلاش البال الوغ ردوا لها البارح حيت انا نسيتها ما رديتلاش البلد اس هادي. الوغ مين تيقول لك بور كيل غيزون على فان اس، مين تيقول لك بور كيل غيزون على فان اس، يعني انا ما بغوش منك غير سبب واحد، يعني اسباب شنو الاسباب اللي خلاوها انها ما كتقراش. حنا عندنا غير جوج، كاينه اون دو في بي اون سوم دارجون بور باغ امو باغ موا، اخرى تاعت اللي هي سيتي بوكو بور اون فامي بوفر صافي. الوغ هادو هما الاسباب جوج اللي خلاوها انها ما قدرتش تقرا، يعني الفقر اون جينيرال، الفقر اون جينيرال. نشوفو دابا لا كيستيون 4 قال لك كيل سنتيمون، ده بابا قال لك شوفوا هادي كيل سنتيمون
مزيانه اون دوفي عارفه بالله كان بابا بي اتر سكولاريزي نورمالمون ماشي سكولير وي صحيحه حنا علاش درنا لكم هذه الاجوبه من النص حيت كاين اللي ما غادي يعرفش يصيغهم بطريقته الخاصه اللهم ما عرفش نصيغهم نجبدهم كيف ما تحطوا في النص ورا صحيح ما غيحيدهم يكتحد داكو السيده اللي حارس زعما ما يبغيش يقرا لنا النص كيف لا لا ما يديرهاش المطيع عبد الرحمن لا ما يديرهاش لا 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 ما يقدرش يديرها غير قانونيه بالنسبه للامتحان اولدي لا لا ما يمكنش الوغ نشوفوا لا كيستيون 4 كيل سنتيمون ابروفتيل ما هو احساسها اللي حست به هي شنو الاحساس اللي حست به يعني ملي قالت من القرايه كاين واحد الا مشينا اكزارسيس زعما باراغراف 2 غنلقاوه مي ال ريغريت دو نو با سافوار لير هو الاحساس ريغريت هو احساس الندم وغادي نكتبوا ريغريت لو فيرب لو نون اللي كيجي منها هو لو ريغري وغادي نقول هذا رابع نيات غادي ندير le sentiment ديالها le sentiment on dit ben juste نقاط d'accord on va dire le regret الندم وقال لك عطيني قال لك فينايا قال لك relever dans le texte la phrase qui le montre قال لك عطيك الجمله اللي كتبين عليها اللي كاتبين على الندم ديالها نفس الجمله اللي شفتكم قبيله هي هادي غنكتبوها فين هي ال ريغريت دو نو با سافوار لير هادي اللي غادي نكتب والجمله هي ال ريغريت دو نو با سافوار لير انتبهوا بالنسبه للامتحانات الموحده اللي كنحطوا دابا ما يعقدوكمش راه كل مره كندير لكم جاوب من مدينه يعني وهذا يكون سهل هذا يكون صعيب يعني خصكم نتوما بالعكس خصكم هذه فرصه انكم تعرفوا على كل شيء باش ديروا بحساب كل شيء بجميع الموحدات داكو ما تبقاوش ما تحاول ما تمشوش ما تبقاوش غادي مكسرين في نفسيتكم راه حنا كنديروا هاك وهاك خامسا الوغ لا كيسيون 5 كو بونسيفو هذا عنده علاقه بكم نتومايا ماشي محمد امين ماشي لي تي ريغريتي اي لا ريغريتي داكور اجداد بنتي ما عرفش انا ما عنديش المشكل في اللايف عندي مزيان اي مزيانه عافا بالله وي هذه بالنسبه لا جوستيفيكاسيون هذا الدليل من النص وعليكم السلام سلمى دابا غنشوفوا لا كيسيون 5 قال لك كو بونسي فو دي فامي قال لك اشنو اش كيبان لك من العائلات كي امبيش لوغ زونفون دالي على ليكول اللي كيمنعوا ولادهم من الذهاب الى المدرسه ياك شنو قال لك اش كيبان لك في هاد العائلات هادو جوستيفي فوتر بوين دو في يعني عطيني علاش قول لي علاش هو راه سؤال راه جواب واحد اللي خاصك دير بالنسبه لكم نتوما هاد العائلات اللي كيحبسوا ولادهم على المدرسه واش هادشي مزيان بيان سور ما مزيانش انا اش غادي نقول هذيك الجمله اللي عطيني غادي نقول هذيك كو بونسي فو هذيك كو بونسي فو هذه غنخرج منها كو بونسي فو داكوغ هادي اول حاجه بعدا غنخرج منها لو فيرب لي غنخدمو وغادي نرد بلاصتها جو بونس داكوغ كو تخوف كومون تخوفي فو بحال مثلا الا قال لكم مثلا كومون تخوفي فو بحال هكا كومون تخوفي فو غدير بلاصتها جو تخوف داكوغ هكا غندير حنايا كو بونسي فو غنقول جو بونس Je pense que هذا رأي ديالي انا ديك الساعه نتوما الراي تاعكم كيبقى عندكم نتوما انا بالنسبه ليا العائلات اللي كيحبسوا ولادهم على القرايه راه هما عائلات غير واعيين بانه باهميه الدراسه انا هكا غادي نقول شوفوا نتوما على حسب اختياراتكم حيت انا ما يمكنش نقول نعرف ما يمكنش خصكم تحطوا لي في لي كومونتير حطوا لي هاد النمره 5 اللي كتبت لي كتب فيكم الجواب تاع هاد النمره 5 انا صحوا ليه يكتبوا لي نتومايا علاش انا بغيتكم تعاودوا تعبروا على الراي ديالكم حيت هذا ما خاصكمش تجيبوه من النص غتجيبوه من دماغكم الوغ جو بونس كو لي فامي انا غنكتب ديك الجمله اللي حاطه ليا هما في السؤال جو بونس كو لي فامي كي امبيش كي امبيش لور زونفون كي امبيش لور زونفون d'aller à l'école, elle dit, mais je t'ai, mais je suis menacée,
جبتها من النص داكوغ، راه هي هذه راه غير عاودتها انايا. باش ما تقول مني سدا منين جابتها. وي جو بونس كو انا بلاصت كو بونسي فو درت بلاصتها جو بونس كو، وكملت الجمله كامله حتى الاخر. عاد غنعطي الراي ديالي انايا وغادي نقول جو بونس كو لي فامي كي امبيش لوغ زونفون دالي على ليكول جو بونس il qu'ils sont alors que les femmes qui empêchent leurs enfants d'aller à l'école ils sont inconscients غير واعيين ليس واعيين inconscients de l'importance des études. Attends, on va même goulo yani انا كيبان ليا بانه je pense que les familles qui empêchent leurs enfants d'aller à l'école sont inconscientes. سمحوا ليا à la fin S. Les familles, à la fin ET. Inconscientes. La famille est un nom féminin. Elles sont inconscientes de l'importance des études. يعني غير واعيين بأهمية الدراسة. D'accord ? هذا من جهة. كل واحد فيكم كيفاش غادي يكون الرأي ديالو. Parce que la lecture est très importante. Iman, oui, très bien, bravo. Je connais Khoulik Tbliyahnaya. Qu'elle avait le droit d'aller à l'école. Je trouve l'autre, je te fais le commentaire. صوت كي تعاود اذا انا بنتي بليتو رضا رضا ولدي جو كوا عندك مشكل ديال الكونيكسيون جو بونس كو الوغ بونس ولدي طنجاوي بونس ما كايناش ا او ان جو بونس كو لي فامي كي امبيش الوغ اتونسيون ولدي الدار داير واحد القضيه نقول لكم من هنا الا عندك المطبوع في الامتحان وكيعطيك السؤال مقاد مزيان وانت كتخطئ في الكتابه ديالته راه كينقص لك النقاط دالي على ليكول الي ما كملتيهاش طنجاوي. Je ne suis pas d'accord, je pense que les enfants doivent prendre à lire pour un bon futur. Mzien Mohamed Amin, bravo. Parce que la lecture est très importante. Iman, bravo, Mzien. Hattab, oui, nebdaou pour moi, le kemelo. Je ne suis pas d'accord car les enfants. Ma kemelo, j'ai dit. Oui, Hind. Hadlium sahel, oui. Alors, Gunna, je pense que, Hanan, je pense que les familles qui empêchent leurs enfants d'aller à l'école. N'ont pas la raison de la nécessité pour ces études. Ignore, yajhaluna, ou ne sont pas conscients de la nécessité des études. Je ne suis pas d'accord car les enfants et les petites. Zainab, n'assume pas. Après, je pense que les familles qui empêchent leurs enfants d'aller à l'école n'ont pas compris l'importance de l'école. Oui, je pense que les familles qui empêchent leurs enfants d'aller à l'école ne comprennent pas l'importance de l'école. Ne comprennent pas l'importance de l'école. Ça fait laissez les commentaires. Après, on va vous montrer comment vous allez vous montrer l'orthographe ou tout ça. Vous allez vous montrer la langue. Je suis là-bas. La langue. Sual awel. Relevez dans le deuxième paragraphe, relevez dans le deuxième paragraphe une phrase comportant une subordonnée circonstancielle de condition. وغتجبد ليا واحد لا سوبوردوني سيركونستانسيال دو طون. شنو هي لا سوبوردوني؟ هي الجمله اللي استعملنا فيها اون اكسبرسيون ديال لا كونديسيون. حنا شفناهم كاينه سي واخواتها، كاينه او كاو، كاينه دون لو كاو، كاينه ا كونديسيون كو بور في كو بور بو كو ا موان كو. كاينين بزاف. الوغ انتم هنايا غيبان لكم بانه كاين فيكم اللي غيمشي لهذا السطر وغايقول لك ها الفقره الثانيه. فهمتوني؟ كاين فيكم اللي غايقول لي ها الفقره الاولى الفقره الثانيه وغيبقى يقلب ما يلقاش فيها. لا ماشي هكا كنعرفو الفقرات بالنقطة ورجع السطر، لا، باش كنعرفو الفقرات بلا لينيا. ها هو شتو كاين واحد شوية الفراغ هنايا، شوفو واش مقادين ما مقادينش. هاد السطر داخل شوية وهذا خارج. إذا باش نعرف الفقرة الأولى من الفقرة التانية كنعرفها بهاد الفراغ شوية. هانتوما لاحظتو إلا جينا نشوفو غنشوفو هاي الفقرة التانية. داكوغ، هادو كاملهم واخا رجعنا للسطر هنايا
رجعنا في نفس الفقره. اذا هادشي كلشي كاين من نفس الفقره. اذا باش نعرف واش الفقره الثانيه من الاولى كنشوف الفراغ، كنشوف هادي كنلقاها بانها بحال بحال هادي. اذا على الفقره الثانيه وغنقلبوا على لا سوبوردوني دو كونديسيون غنلقاوها. Il se passe bien d'écrire, mais elle regrette de ne pas savoir lire. On a beau lui faire lentement, la lecture d'une lettre, elle se méfie, elle croit qu'on va se moquer d'elle. Si, si elle a, si elle savait, elle pourrait lire la lettre à son aise. À son aise. Idem. La phrase ou la subordonnée. Tangoula hna imma la phrase imma la subordonnée. La subordonnée de la condition badia min si htel as حيت هي تكون فيها جوج ديال الجمل. وغادي نكتبوا لا فراز اللي فيها لا كونديسيون. هي لا كونديسيون هي فين هي؟ الو سي ال. الو انت واحد القضيه خاصك ترد لها البال. ملي كتلاقى سي مع ال ما كنديروش ابوستروف، ولكن ملي كتلاقى سي مع ال كنديروا لابوستروف، كنحيدوها كنديروا سي ال. صافي سي مع ال ما كنديروش لابوستروف. الو سي ال سي ال صافي ال بوري ال بوري لير لا لتر ا سون ايز. نورمالمون هي الجمله اللي فيها لا كونديسيون هي هادي بوحدها، داكا بوحدها نورمالمون. هنا فين كاينه لا سوبوردوني كونديسيونيل، ولكن حنا غنجبدو كلشي لا فراز كامله حتى الفاصله. صافي دابا نشوفو لا كيستيون نيميرو 2. شوف واش كاين شي سؤال. La famille qui empêche leurs enfants d'aller à l'école et n'a pas compris l'importance de Dernaha. Oui, Dernaha Gubila. Alors, si elle savait Mesian, bravo, Smito. Je crois que je connais Mariam ou la Choubine. D'accord, Mesian. Alors, oui, Abdullah, là, il va être comme ce gel. Monsieur, d'abord, la question numéro 2. Gallic. Reliez les deux phrases suivantes au moyen d'une expression de cause. هاهما الجملة قال لك شناهي رولييا غتربط بين جوج الجمل هادو التالية بأون إكسبرسيون ديال لا كوز كيف ما بغيتي ديرها. أول حاجة كيف ما قلت لكم غنقراو الجملة. لا فامي إيتي بوفغ، العائلة كانت فقيرة. إل أوبليجي لا فيا ترافايي، يعني شناهي أوبليجي هي فرضت على هاد البنية أنها تخدم بنتهم. إذن اول حاجه كنقلب فين كاينه لا كوز، واش لا بروميير ولا لا دوزيام فراز. واول مره في امتحان جهوي غنلقاو بانه لا فراز اللي فيها لا كوز هي الاولانيه، داكوغ. وغادي نمشي اش غندير بفعما نقص نقلب فيهم، نقدر ندير كار ماشي مشكل، ولكن درت كار خصني نقلب الجمل، حيت كار ديال لا كوز كتكون في وسط الجمله ما كتكونش في راس الجمله. الوغ مادام انه انا عندي الجمله اللي فيها لا كوز هي رقم واحد، نمشي نشوف لي زيكسبرسيون ديال رأس الجملة بحال اش بحال كوم في كو بويسكو بلا ما نبدل شي حاجة. وغادي نقول مثلا كوم لا فامي ايتي بوفغ فيغكول ال اوبليجي لا في ا ترافايي في كو لا فامي ايتي بوفغ. ندرها من هنايا، انا مثلا باغي ندير كار، الا بغيت ندير كار راه عندي تغييرات، غادي نقلب لي سوجي. اول حاجة بعد هاد لا بروميير فراز غتقلب وهادي غتجي بلاصتها، ولكن تا هادو غنقلبوهم. هذا ما غيبقاش لا فامي، غادي ولا ال وهادي غتولى لا فامي. انا غنقول لكم كيفاش دابا. اول حاجه نمشيو مع السهله، مادام انه لقينا الجمله اللي فيها لا كوز هي راس الجمله بلا ما نبدل حتى حاجه. انا عندي لا كوز كنعرف واحد لي زيكسبرسيون ديال راس الجمله بحال اش بحال كوم، يا اما نقول كوم يا اما نقول في كو ولا بويسكو. شنو واحد اخرين من غيرهم؟ الا كنتو عارفين غير هادو بوحدهم راه مزيانه، هادو كاملهم نقدروا نديروهم وما نخلي الجمله ما نبدل فيها والو. وغادي ندير في كو نحيد لا ماجوسكول كوم لا فامي ايتي باوفغ، وغندير فاصله ما غتبقاش نقطه وغنحيد لا ماجوسكول غتولي هكا ال اوبليجي ال
obligé la fille à travailler. هذا الاختيار الاول ديالي. alors هنايا علاش؟ لانه لا فراز اللي فيها لا كوز هي هادي لا فامي ايتي بوفر. نقدر ندير كوم، نقدر ندير هادي ولا هادي اللي درتها صحيحه. كوم لا فامي ولا في كو لا فامي ولا بيسكو. انا مثلا باغي ندير كار، وانا كار معروفه ما كتكونش في راس الجمله، كتكون في وسط الجمله، يعني غتجي هنايا. كيفاش غادي ندير؟ غادي نقلب الجمل. هاد لا فامي ايتي بوفر غترجع هي رقم جوج، وهاد ال اوبليجي لا فيها ترافاي غترجع هي رقم واحد. ولكن حتى حتى الفاعل او لو سوجي غنقلبو، ما غيبقاش لا فامي. مثلا هادي اللي غتجي لقدامية، هاد ال غنضرب عليه وغندير بلاصتو لا فامي، وغادي نقول لا فامي اوبليجي لا في. شوف بعدا واش باينه لكم مزيانه. لا في ا travailler. عاد غادي ندير كار او بلاصه لا فامي غتولى ال، وغادي نقول كار ال تي بوفر. بان لكم بانه كاين مشكل هنايا. الوغ انا باش كنصحكم، الا عطاوكم الجمله اللي فيها لا كوز ديال الاولانيه بلا ما تسد راسك، دير معاها هاد الاولانيين وهني راسك بلا ما تقلب حتى شي حاجه صافي. الو دابا نشوفوا التمرين رقم 3. ويك هند، درتي كار مزيانه، ولكن خصك تردي لها البال. نتمنى انك تكوني قلبتي الجمل وتقلبي حتى لي سوجي، ما غيبقاش في الاول لا فامي ايتيغ. العارفة بالله مزيان درتي، بويسكو من درتيها يعني درها في الاول الجمله وما تبدلي حتى حاجه. و بيان سور الاجداد اللهم تكون في راس الجمله، حيت علاش؟ حيت لا فراز اللي فيها لا كوز هي اصلا كاينه في راس الجمله، هي الاولانيه. اللهم نستعمل معاها لا زيكسبرسيون ديال راس الجمله، ولا نصدق واحد في مشكل وانت ندير كاغ ولا باغسكو صدق قلب الجمل ومخربقه على راسي. لا في اوبليجي ترافايي كار سا فامي ايتي بوفر. ايه راه داكشي لا في لا لا في اوبليجي، شكون اللي كي اوبليجي؟ راه عائلتها، راه ديك ال شكون هما ال؟ هي لا فامي. خاصك تقولي لا فامي، لحقاش الا قلتي لا في اوبليجي بحال هي بحال هي كتفرض على شي حد اخر يخدم، الوغ كي هي اللي مجبوره انها تخدم. غادي نقولوا لا فامي كيف ما كتبت لكم، لا فامي اوبليجي لا في ا ترافايي كار ولا باغسكو لا اللي كان داكو. وي زينب مزيان هاتيكم مزيان. عثمان الجروب ديال الواتساب ما بقيتش نخدم فيه وعمر ديجا داكو. ولكن دابا انت داخل معنا الجروب تاعنا ديال سميتو ديال لا حطاب، انت داخل معنا الجروب سميتو. هند شنو وقع؟ لا ما وقع والو، لا ما وقع والو. العارفه بالله داكو وي قلتي لها لا داكو. شكون قال لي سميتو؟ شكون اللي قال لي نشوف انا سميتو صافي البوغي بس هذا واش الله يبغى يبقى مسجل هذاك شتو داكوغ نشوفو. لا انت ما تبكيش، ما قلبتيش فوالا، كان عليك تقلبي، كان عليك تقلبي، لان اصلا كا لانه دابا انت من درتي كاغ راه درتيها جو كخو في الوسط، يعني انت انت كتسحبكي واش الجمله اللي فيها لاكوز هي رقم جوج؟ لا، اول مره قلت لك في امتحان جهوي كنلقى لاكوز كان هي الاولانيه، غير بقاو تقراو تردو البال. بيرسونيلمون جو بونس كو لي فامي كي امبيش بحال ما كملاش الجمله كي امبيش لوغ زونفون دالي على ليكول نسون لا كي امبيش لوغ زونفون دالي على ليكول نون با لا ريزون نون با لا ريزون وي نون با لا ريزون بور سافوار لا نيسيسيتي بور سي زيتود. اي اما كاين اخطاء، كاين اخطاء دابا نصحها لك ابري. مزيان عائشه بيجي هند ما تبكيش راه ان شاء الله كلشي غيدوز على خير. الوغ شوفوا دابا غير ردوا البال معايا، هادي غير ردوا البال. راه انا اغلبيه الاوقات اللي كنت نشوف في الامتحانات الموحده هو انه لاكوز كتكون هي رقم جوج، يعني ما كنلقاوش فيها مشكل. هادو داروا فيها قلب، يعني داروا هي الاولانيه داكوغ.
Alors, je vous d'abord la question 3. La question 3. Galik. Utiliser afin que. Istamil afin que. A dit le but. Pour relier les deux phrases suivantes. Bah, je trabote à juste le jumalé, n'a Puis dites ce que exprime la subordonnée ainsi introduite. Ou red goulina, had la subordonnée l'intérêt afin que. Alors, je t'abbre, paraglita. Aoul haja, ragot se méfie, on ne se moque pas d'elle. دائما افان كو كتكون وسط الجمله يعني غنديروها هنا بلا ما نقلبوا فين كاين حقاش افان كو ديال لو بوت واش كنت قلت لكم في الدرس ديال لو بوت قلت لكم الدرس ديال لو بوت دائما الجمله الثانيه هي اللي فيها لو بوت اذا اش غندير غنحط افان كو هنايا ولكن لو فيرب اللي غيكون تبعها خاصو يتصرف لو سوبجونكتيف بريزون والزر اللي عندكم هو انه هنايا ما غنبدلوش حيت لو بريزون دو لانديكاتيف كيشبه لو سوبجونكتيف راه بحال دابا حنا راه غنديرو بلا المغايره على اساس انه راه كونجوغ اون لا كونجوغي حيت انا ديجا هويا في البريزون وحتى لو فيرب سو موكي في البريزون كيعطينا سو موك بحال يعني كيتشابو يعني حتى اي واحد فيكم نساه ما كتبوش نسى ما صرف لو فيرب غتحسب ليه صحيحه لان افان كو كيتبع سوبجونكتيف و سو موك ديجا مصرف بحال سوبجونكتيف وغادي نقولو راغوت Ragote, ragote se méfie, yani kanat hadira, hadira, se méfie afin que غتلاقاها مع اون واش غنديرو غنضربو على هادي وغنديرو ابوستروف افان كو اون سو موك On se moque pas d'elle. D'accord? Hantouma, ra dkhlna afin que qui tbaa le subjonctif. Wakha bel lkom ra ma bdelnach, ra kitsma hada ra le temps dial subjonctif, yani kishbeh le présent. Daba hna ra sarfnah. Ou mni sarfnah lqina nfs le khat ou ktbnah. D'accord? Ou qal lik anta ghadkhl hada expression ala le jumla. وغتقول لينا ابخي هاد لا سوبوردوني اللي هي الجمله اللي فيها افان كو شنو كاس كي ليكسبريم زعما واش اس كي ليكسبريم لا كوز ولا لا كونسيكونس ولا لو بوت يعني اش من درس فاش لقيتي هاد الجمله هاد ليكسبرسيون مع هاد الجمله اذا الدرس ديالها هو الدرس ديال لو بوت الهدف حيت افان كو اكسبريم لو بوت صافي علاش بدل لا 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 بلاش ما تبدلوا واحد القضيه كديروها بزاف عفاكم ردوا واحد القضيه البال افان كو كتستعمل وسط الجمله علاش بتبدلوا لا بلاصتها هي والجمله علاش ما كنتوا تقلبوا على المشاكل عطاوكم لا كوز هي في هذا المشكل لا كوز كتعرفوا بانه كاينين دي زيكسبرسيون تيكونوا في راس الجمله وكاينين دي زيكسبرسيون تيكونوا في وسط الجمله هذوك هو اللي تقدر تبدل حيت ما عندك كي دير ولكن في لو بوت الله يخليكم في لو بوت اش قلت لكم الجمله الثانيه دائما هي اللي تيكون فيها لو بوت يعني ماذا يعني غتدخل ليكسبرسيون ديالها في الوسط ديال الجمله ما تبدلو حتى حاجه حيت ماشي دائما كتصدق صحيحه ماشي دائما كتصدق صحيحه الله يخليكم الوغ الجمله كيف ما عطاوها لك خليها انا كتبت لكم غاغوت سو ميفي وبلاصه النقطه درت لكم افان كو ودرت اون سو موك با ديل وصافي وسديت لانه الا بقيت كنقلب غنصدق نصدق واحد في مشكل صافي وي حنان كتقطع دابا قال لي وي حنان لو بوت عثمان وي تري بيان سي لو بوت دابا غادي نشوفو لا كيسيون 4 ميتي لي فيرب اونتر بارونتيز هنا عندنا لا كونجوغيزون ميتي لي فيرب اونتر بارونتيز او مود او طون كي كونفيان عندنا لا بروميير فراز Au cas où elle me fait confiance, je lui apprendrai à lire. Au cas où, tu as dit ça. Au cas où, ashna wala ton li kitba. C'est le conditionnel au بالضبط présent. Yani ghansraf le verbe faire le présent. Yani ntouma khassek zama conditionnel présent. Yani ntouma khassek tkounou arfin le conditionnel présent du troisième groupe.
وغنمشي لا دوزيام فراز لحقاش باش عرفت انا لو فيرب لي غنصرف على حساب ليكسبرسيون اللي استعملنا. بيان كو لا سيرفونت اتر فيي اي لا انفي دابخوندر. عندنا الجمله كتبدا بيان كو، وانتم كتعرفوا بان بيان كو كيتباعها لو سوبجونكتيف، اذا غنصرفوا في لو سوبجونكتيف هذا. نمشيو للجمله الاخرى، سي ليكول ايتي غراتويت غاغوت سافوار لير ا بريزون. الجمله باديه بسي، وانتم كتعرفوا سي وشنو القاعده ديالتها. غنشوف لو فيرب اللي تابعها، لو فيرب ايتي مصرف في لامبارفي، اذا لامبارفي اش كيتبعوا؟ كيتبعوا لو كونديسيونال بريزون، وغنستعمل هنايا لو كونديسيونال بريزون. وغادي ندير لا بروميير فراز اللي فيها او كا او، غادي ندير فيها فيري داكور. لا دوزيام فراز اللي فيها بيان كو، غادي ندير فيها اش قالوا لا سيرفونت سوا على فان تي. لا ثروازيام فراز اللي فيها سي، غادي ندير فيها سوري راغوت سوري داكور. يعني هنايا خصنا نردو البال لا كونجوغيزون ديالنا. سوري مزيان مزيان اجداد، لا ماشي سوري اجداد، ماشي سوري 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 ا او داكور. نمشيو دابا لا كيسيون نيميرو 5. لا سيرفونت سو ميفي، قالك لا سيرفونت سو ميفي يعني حذرة. لا سيرفونت سو ميفي يعني كانت حذرة. سيت فراز سينيفي تيل يعني ماذا تعني هذه الجملة؟ واش لا سيرفونت ا كونفيونس يعني كانت واثقة من نفسها، لا سيرفونت نا با كونفيونس يعني ما كانتش واثقة من نفسها، ولا لا سيرفونت ا بور كانت خايفة، ولا لا سيرفونت اي اوغوز يعني كانت فرحانه. اذا اش بان لكم الجواب الصحيح هو ما كانش واثقه. شنو هي سومي في دو كيلكان؟ يعني تنكون واخد الحذر ديالي منه، اذا يعني ما تيقش فيه. اذا لا فراز هي بي، لا سيرفونت نا با كونفيونس هو الجواب الصحيح. الو غادي نكتبو بي، لا سيرفونت نا با confiance. داكور سمحوا لي راه كنسى ما كان ندير ليها. الوغ سي بي مزيان، يعطيك الصحه. فوالا نمشيو دابا نشوفو لا فراز بلوتو لو طابلو ستا اللي دائما اغلبيه فيكم تلقى فيه مشكل. هو راه غير مع سميتو مع لونترينمون عليه غتعرفوا ليه مزيان ابخي، وكيبقى على حسب المصحح. الو الطابلو تاعنا هو هذا، طلبوا منا ها هي. هنا عندنا سيتوياسيون وهنا عندنا انونسي. سيتوياسيون هي الوضعيه والانونسي هي الجمله المنطوقه داكور. في لا بروميير عطاونا الوضعيه سيتوياسيون داكور، وفي الاخرى عطاونا الجمله المنطوقه حنا غادي نكتبوها داكور. شنو قالوا لنا هنايا؟ قالوا لنا غاغوت لا سيرفونت يعني غاغوت الخادمه اكسبريم اون هيبوتيز، كتعطينا واحد الفرضيه اون بارلون د الان دو سي فيس، وهي كتهضر على مع واحد من وليداتها ا بروبو دو لا بوفرتي دو سا فامي يعني حول الفقر ديال عائلتها. شنو غتقول ليه هنايا؟ فرضيه يعني غتبين بانه كل ما كانوش عائلتها فقراء كانت غتخدم كانت غتقرا مزيان. هنا غنستعملو سي داكور، ولا نقدروا نقولوا عائلتها مثلا تقدر تقول لهم عائلتي فقيره اذا هادشي خلاني انني ما كملتش قرايتي، او العكس تقدر تقول لهم كون كانت عائلتي ما فقيراش كنت غادي نكمل قرايتي داكور. عندنا بجوج الاختيارات نقدر نقول، يا اما ما فامي ايتي بوفر دونك je n'ai pas suivi mes études. يعني عائلتي كانت فقيره لهذا لم اتمم دراستي،
أو تقدر تقول simplement si ma famille ونستعملوا القاعدة si ma famille n'était pas pauvre يعني كون ما كانش عائلتي فقيرة si ma famille n'était pas pauvre je suivrais mes études. هنايا الفرضيه اللي دارت هي الا ما كانش عائلتها استعملت الا ما كانش عائلتها فقيره سي درنا مع لامبارفي غادي نمشيو نستعملوا معاه حتى لو كونتينو بريزون درتي عادي درتي عادي صحيحه هنا درنا فرضيه درنا مع الاستنتاج ديالنا راه بحال داكوغ اللي درتيها راه صحيحه راه ما غاديش تحسبك خطا فوالا هي شويه راه انا معاكم في هذا الشيء الطابلو تيكون شويه معنكش ايه Il y a réponse B et C, je pense. Non, vous le dites. La question 5, Gallic, Atini, Ashkibin, elle est semi tout. Il y a B ou 5? Il y a B, B ou C? Là, la servante a peur. La maquin de Shreifa, quand je suis cache mon rasa, il n'y a pas confiance. D'accord? Je vous d'abord la question plutôt, comme l'autre, Lihia, elle est vraie. Elle est vraie que la famille, elle est vraie que la famille de Ragot était pauvre. Galek sahih anna a'ilat Ragot kant faqira. Toutefois, elle avait le droit, walakin kan 'anda al-haqq annaha tqra f madrasa. Alors hnaya, chkoun li qala hadj jumla matalan? Chkoun li ghadi ykoun qala? Ya imma un professeur, ya imma un directeur, ya imma une enseignante, hna ghadi nqoulou un professeur, matalan. Hna bna daba l-wad'iyya, chkoun li qala l-jumla w alash qala? Un professeur. هنا فهاد الدرس هذا فهاد الجمله هذه اش من درس عندكم واش الدرس ديال غيزوني ولا الدرس ديال لا كونسيسيون دون لو غيزونمون اش بان لكم هنايا هذيك هذا هو الدرس تاع لا كونسيسيون دون لو غيزونمون واش عرفناه حيت كاينه اي لي فري كو وكاينه توت فوا اللي هي مي اذا هنايا غنحضروا جمله شهيره تاع اثنين تاع تفي اون كونسيسيون سويفي دون ريفيتاسيون غادي نقولوا ان بروفيسور في une concession suivie matboua d'une réfutation à propos de galik واحد الاستاذ كي في انكم يعني يقبل واحد الفكره متبوعة بالرفض حول ماذا اش نرفض الفكرة اللي رفض هي يا احنا خصنا نديروها انا شفت صحيح كيهضروا على الفكرة الثانية اللي هي لو دغوا دو ليكول انا ما نتفقاش معاهم في هادي نورمالمون خاصو يهضر على لا بوفغوتي دو راغوت اي سون رابور افيك ليكول هكا اللي خصنا نقولوا ا بروبو دو لا بوفغوتي دو لا فامي لا بوفغوتي يعني حول الفقر la pauvreté de la انا غنكملها هنايا la pauvreté de la famille de Ragot et son rapport avec À propos de la rejet des études. Mais à propos de refus de ses études. Et yeah. À propos de refus de ses études. Eh, توقف. Shaima, توقف عندي live. حيطلبوا مني واش نكمل ولا لا داكشي باش. Je crois que vous avez sجلت. J'espère que vous avez sجلت la partie هادي. هانتوما دابا شفتوا الصحيح نعاود. أحمد زينب ما تقوليش أحمد دون سون افي لا هنا خصك تعطي الجملة الشهيرة اللي هي في اون كونسيسيون سويفي دون ريفوتاسيون ضروري تقوليها قولي لنا أحمد ماشي مشكل ولكن تبعي ليها في اون كونسيسيون سويفي دون ريفوتاسيون إلا هادي ما درتيهاش كيتعتبر الجواب تاعك خطأ وي إن شاء الله إي ضروري نهار الأربعاء غندير لكم حصة قطعتو الشركة مستر داكوغ نمشيو دابا نشوفو الإنشاء D'accord. Je vous l'insha, l'écriture.
alors اشنو طلبوا منا في ليكريتور؟ طلبوا منا السؤال كالتالي، قال لك سيدي vous connaissez certainement un enfant يا اما اون فيل ان غارسون، قال لك كتعرف اكيد واحد الدري طفل يا اما بنت يا اما ولد كي نا با بو الي ا ليكول، قال لك ما قدرش يمشي للمدرسه او كي ا دو كيتي لا كيتي ولا كان اضطر انه يغادر المدرسه ما بقاش يقرا بوغ الي ترافايي دون اون اوزين، باش يمشي يخدم في واحد لوزين او شيز اون فامي ولا عند واحد العائله، يعني انتبهوا يعني خاصكم دابا تحكيوا على انه خدم في شي وزين ولا عند شي عائله، ماشي تقول خدم في شي جنان ولا خدم في شي بلاصه، يا اما وزين يا اما عائله. سؤال ريديجي ان ريسي، غتصاوبوا واحد شنو ريسي هو نص سردي حكايه دون ديزين دول يعني في عشرات الاسطر، انا درت لكم اكثر من عشرات الاسطر دون لوكيل في هاد الحكايه هادي فو راكونتوري سون ايستوار، غتعاودي لنا القصه ديالو اون بريسيزون لي ديفيكولتي، غتحدد لنا الصعوبات اللي لقاها او اللي لقاتها كي لا رونكونتري اي اون ديكريفون سي سنتيمون ونوصفوا احساسها ainsi que les vôtres وكذلك الاحساس ديالنا حنا فوتر كت رومبلاس لي سنتيمون. الوغ نبداوها، الوغ اش غادي نكتبوا فيها؟ انا عرفتوا لي كنبدا دائما بواحد البدايه زوينه اللي خصكم تحفظوها، ما تكرهوش تحفظوها. par une belle matinée، par une belle matinée، matinée par une belle matinée très douce. راه كنت قلت لكم واحد النهار غندير لكم واحد النص حول الحجر الصحي، داكا ضروري واحد النص حول الحجر الصحي واحد النص اخر حول العائله اللي مثلا شفت العائله نتاعكم تصاب كورونا او نتوما تصابيتوا بها، خصنا نديرو واحد الموضوع نوجدو نهار امتحان يقدروا يطلبوه منكم، وان شاء الله غنحاول نديرو غدا الاثنين لا نشوف نهار الثلاث ان شاء الله غندير ديال الحجر الصحي، ونهار الاربعاء غادي ندير على انه شي واحد من العائله عشتي واحد التجربه نتاع شي واحد من العائله اللي تصاب بكورونا، تعاود لينا شنو وقع وكيفاش احساسك واحساسه ايتترا، صافي غنحاول ندير واحد ثلاث واحد الاربع. الوغ بار اون بيل ماتيني تري دوس، يعني واحد النهار واحد الصباح كان زوين كان الجو رائع جدا، داكا لير ايتي فري، لير ايتي. نتمنى انكم تكونوا تكتبوا معايا دابا حيت غنمسح السبوره، يعني الهواء كان نقيا يعني فخي باقي طري. لو سولي بغيي، لو سولي بغيي او فون دو سيال، او فون دو سيال بلو، هذه مقدمة. يعني الشمس تلمع يعني في داخل السماء الزرقاء، يعني في لو فون ديالها في الوسط ديالها او في لو فون، يعني كنبين بان داك النهار كان الجو زوين. ضروري هاد المقدمه تيكون عندكم داكوغ، وباقي ما كملت لكمش المقدمه. وقلنا لي زوازو، لي زوازو فولي، لاحظتو كنستعمل لامبارفي لانني كنوصف لي زوازو فولي librement, librement entre les bras, entre les bras de la nature, de la nature. نعود من الأول. Point. هذا فقط مقدمة. Par une belle. يعني كان واحد صباح زوين جدا. لاغ فخي، لاغ إتي فخي، يعني الجو كان بلوتو الهواء كان منعشا، لو سولي بغيي يعني تلمع في وسط السماء أو في قعر السماء الزرقاء، لي زوازو فولي يعني كانوا الطيور كانوا يطيرون ليبغومون بكل حرية أونتخ لي بغا دو لا ناتور، يعني في حول الطبيعة داكوغ، لي بغا هي الأدرع ولكن حنا ماشي قصدنا بها الأدرع، الطبيعة ما عندهاش الدراع، حول الطبيعة. داكوغ دابا عاد غنهضر على راسي انايا وداكشي اللي غادي نلقى ابخي. جيتي كنتو، جيتي جيتي او شومان دو ليكول،
J'étais au chemin de l'école. J'étais au chemin de l'école. Je chantonnais tranquillement. C'est-à-dire à je chantonnais tranquillement. Quand? Alors, je vais maintenant. J'étais au chemin de l'école. Je suis allé à la madrasa. Je chantonnais tranquillement. Je suis allé à la madrasa. Je suis allé à la madrasa. Je chantonnais tranquillement. Je suis allé à la madrasa. Quand? Hina. Je suis allé ماشي حاجه خايبه ولكن غادي هنا غادي يبان غيدخل واحد غيدخل الشخصيه الاخرى كون جونتوندي كون كنتبع ليها لو باسي سامبل كون جونتوندي اها كون جونتوندي دو لوا اون بيتيت فوا اون بيتيت فوا اون بيتيت فوا m'interpeller. Alors, il y a une écoute ou d'un dino, bihudo, hatta, samirto, samirto, min berid, ou beriden, saut, sarir, te, je me goulé comme, te ritlia, tu vois, tsrir, t'as dit, mais saut, saut, dia, tu vois, t'as fait tsrir, te ritlia, je connais un peu de chasse à dents. Alors, c'était, on a un angle qu'on a vu, c'était, on a demandé d'être une bête, on a demandé d'être une bête pour Incha, parce que je vais vous montrer les bêtes. Donc c'est d'abord que d'être une Incha qui est une bête. C'était mon ami Samira. Là, elle a d'être une bête. Cette histoire fait qu'elle a travaillé chez des gens de la maison, parce qu'elle a travaillé pour faire des choses chez des gens de la maison. البنت فاش بحال انا درت انا علاش درتها حيت عندي القصه فيها انها خدمات في الديور كن درت اوزين غادي ندير ولد داكوغ الوغ سيتي مون امي سميرة او سميرة بالفرنسية مون امي سميرة كي مو روجواني انا نشرح لكم ابخي كي مو روجواني كي مو روجواني بور كو بور que nous allions, c'est à mettre le passé, le subjonctif présent et pour que nous allions ensemble à l'école. Elle dit elle, l'école. Galiga Sidi, had soft gentleman, inna sadiqati Samira. كي مو روجواني يعني خلطت عليا جات عندي تنقول حنايا خلط عليا بوغ كو نوزاليون باش نمشيو انا وياها اونصومبل يعني مع بعضياتنا للمدرسه صافي ها وحده بوان او شوما يعني في الطريق فيرغول اش وقع او شوما جي روماركي لاحظتو J'ai remarqué, que Samira, d'aïman, ashras majuscule, que Samira est restée silencieuse, tout au long. Du trajet. يعني ماذا؟ قال لك انا في الطريق هي كتعاود لبنت قالت لك لاحظت بان صاحبتي سميره بقات الطريق كلها وهي غاديه ساكته داكو يعني راه معوده انك تهضر هي وياها جو لوي دي هنايا كما قلت لكم حاولوا بارفو تدخلوا سميتو تدخلوا ديسكور ديريكت يعني حوار جو لوي دي يعني قلت لها جو لوي دي وغادي نديرو جوج نقاط
داكور نشوف واش كتبتو هادشي. سمحوا لي على هاد تنسى. الوغ جو لوي اي دي شنو قلت ليها. تمسح هادشي الا كنتو كتبتوه. الوغ اشنو قلت ليها انايا؟ قلت ليها غادي نديرو لي غيومي حيت درنا جو دو بوان ساميرا. غنعيط عليها هكا ساميرا. كيس كو تو ا ماذا بك؟ كيس كو تو ا كيلكو شوز نو فا با شي توا. قلت ليها سميرة مالكي؟ واش وقع شي حاجة في داركم؟ ماشي هي هاديك؟ الوغ باش غتجاوبني هي كيلكو شوز نو فا با سودان يعني فجأة ما باش ما غاديش نكتب انا حيت ما عنديش كيفاش كثيرة. سودان ال نستعمل مع لو باسي سامبل ال فوندي اون لارم يعني فجأة انا نكتب هذيك الجملة بحال 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 ديك تاع بحال بحال زعما شي حاجه زعما خاصه غير مسكينه اللي هضر معاها. فجأة ال فوندي اون لارم يعني اجهشت بالبكاء وهي قالت ديك الجمله بقات تبكي. داكور ال فوندي اون لارم اي افيك اون فوا ديزيسبيري avec une voix désespérée, elle me dit. يعني اجهجت بالبكاء بقات كتبكي بزاف وبصوت يائس يا بصوت محبط. elle me dit شنو قالت لي هي هنا غتعاود لي قالت لي اشنو هنايا سي مون ديرنيي jour à l'école. C'est mon dernier jour à l'école car ma famille a besoin d'argent. ما عرفتش نشرح لكم تنكملها لكم. tu sais bien que mon père est malade et ne peut plus travailler. قالت ليها هذا هو اخر نهار عندي في المدرسه لان عائلتي محتاجه للمال. وتعرفين جيدا بان ابي مريض اي نو بو بلو يعني ولا يستطيع يعني ما بقاش اكيد اي نو بو بلو ترافاي ما بقاش يقدر يخدم. داكور نشوف واش كاين شي سؤال. على 8 نقاط عبد الله زينب هذا هو هادشي اللي دابا اللي بسيط راه هو هادشي ما كاينش باقي تحت منه. داكا ما كاينش باقي تحت منه. نتوما شوفوا انا واحد القضيه كاين تيقول سدا لا ما كتحفظش الانشاء. انا متفقه ولكن شوفوا اللهم تمشيو على الاقل واحد المقدمه حاطنها الاستاذ راحت لكم على 3 على 8 راه مخيره راه تعاونكم في الكومبريونسيون في لا لونغ. ركزوا معايا حفظوا هاد الانشاءات راه غادي يولي عندكم فوكابولير ان شاء الله غني وغني وغني وغتستعملوا حتى في 5 ياماني. الوغ باقي ما كملتهاش. اي مالاد اي نو بو بلو ترافايي سي بور سولا كو ولهذا سي بور سولا كو سي بور سولا كو J'ai décidé, ولهذا قررت
قررت que de quitter l'école en غادر المدرسة de quitter j'ai décidé de quitter l'école d'accord pour travailler chez une famille très aisée. قالت ليهم لهذا قررت مغادرة المدرسة لكي أشتغل عند عائلة غنية جدا. Aisée هي غنية جدا. D'accord. Point. وانسدو لي غيومي. D'accord. وغادي نمشيو دابا هنا الى لاحظتوا هادشي كلشي قال لك مشينا مع السؤال قال لك غتحكي لينا على صاحبتك اشنو وقع ليها وغتحكي شنو هما الصعوبات اللي لقات هي دابا كتعاود لينا قالت لك انا ما بقاش لقيت باش نمشي للمدرسه ودارنا وبابا مريض وسيتيغا ودابا انا غنخدم ودابا غنمشيو قال لك غتقول لينا الاحساس ديالها هي الاولى عاد احساس كنت ما تقلبهمش دابا غنمشيو الاحساس ديالها صافوا صوتها sa voix était morne. كان صوتها كئيبا. كان صوتها كئيبا. Et baigné dans la tristesse. كان صوتها كئيبا وكانت حزينة جدا. Car elle est une élève. انا غنقول علاش بان علاش كانت كئيبه وكانت حزينه بزاف لانها كانت تلميذه مجده هذا هو المشكل car ماشي هادي car elle était l'imparfait car elle était une élève studieuse. شنو هي ستوديوز هي تحب الدراسة ambitieuse هي طموحة كانت علاش نبغى تكون في المنال قدام الوغ اش قلنا كان صوتها كئيبا وكانت حزينة جدا لأنها كانت تلميذة تحب الدراسة وطموحة داكوغ Point. En entendant cette mauvaise لاحظتوا انا ما بغيت نرجع للسطر الثاني الباراغراف الثاني درت الفراغ هو اللي وعدت كتبت باش نفرق بين الباراغراف الاولى والثانيه En entendant cette mauvaise nouvelle يعني ماذا حين سماعي لهذا الخبر السيء انا غنمشي الاحساس ديالي حدا شي قالنا في الامتحان قالوا لك احساس هي الاول عاد احساس كنت باش غنختموا القصه اون اونتوندو سيت موفيز نوفيل جيتي ودائما كنستعملوا لامبارفي جيتي ستوبيفيت يعني كنت متفاجئه نقدر ندير بلاصتها سوربريز ولكن انا درت لكم ستوبيفيت باش تدخلها جيتي ستوبيفيت يعني كنت متفاجئه جو سوي ريستي هذه اللي كتهضر على بنت جو سوي ريستي سان فوا يعني بقيت صامته بقيت ساكته ما هضرت ما تكلمت سان فوا باسكو لماذا باسكو J'étais confus. J'étais confus. Il y a ni madame. Glist, bidon saut. Ma bqach bikhouj liya saut li annahu chnaya confus. Yani kent mchoucha. Tlift. Ma bqat afta chnou kain. Hi lbah kta qis maa. Kamchou ana wiya. Lghit li katli bit nqas min lqraya. Safi tlifatni ala kulchi. J'étais confus. Et je ne savais quoi dire
وما كانش عارفه شنو غنقول ليها، يعني صافي خلاتني ما بقيت عارفه ما نقول، تبلوكيت جو سافي كوا دير بوين. نو nous avons continué هنا ختمنا بواحد سميتو nous avons continué يعني اتممنا notre chemin اتممنا طريقنا notre chemin nous avons continué notre chemin l'esprit nous avons continué notre chemin l'esprit ailleurs l'esprit ailleurs et sans dire aucun mot et sans dire aucun mot يعني اتممنا طريقنا وشنو لسبري اير يعني شاري دي الدهن يعني كل فين تفكر ما ما انا وياها مرفوعين ترفعنا ديك بداك الخبر اي سون دير اوكان مو بدون قول ولا كلمه حتى كلمه ما قلناها داكور جيسبر انها تكون طويله هي غتكون طويله نتفق معكم غير هو راه مزيت كنا عندكم شويه ديال سميتو صفاء سيل فو بلاي الا كان تكتب اللي كان كيكتب مع الاستاذه يصيفط لي هاد ليكسبرسيون اكريت انا يلا دخلت اللايف ابنتي صفاء غادي يبقى مسجل وي زينب طويل انا راه شوفوا انا كنتعمد انني نديرو طويل باش يلا تحفظوه ونهار امتحان تعقلوا على النص داكوغ كما تيقول لك الا هكا تضحكوا الناس شوفوا الانشاء الا حفظتيه كاملو نهار امتحان غير تنسى عليك شي حوايج ولكن غتلقى راسك الاغلبيه القصوى اللي بقات وداك الاقليه اللي تنسات صافي الوغ جيسبر انكم تكونوا شويه خدمتوا معايا في هذا الدرس تكونوا شويه فهمتوا لكم زعما هذا الامتحان الموحد ونتلاقاو ان شاء الله غدا مع امتحان جاوي رقم 6 داكو نخليكم على خير تصبحوا على الف خير يلا السلام عليكم.